وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان لا للإرهاب والفساد، ونبهت على جميع الأئمة الالتزام بنصها أو جوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضبط الوقت كحد أقصى 20 دقيقة. وقالت مصادر مطلعة إن الأوقاف غيرت خطبة الجمعة بعد حادث إطلاق النار على الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأكدت أن الوزير تراجع عن الخطبة المكتوبة وأصدر تعليماته للقطاع الديني بالتهدئة وعدم الدخول في أي صراعات مع المساجد المخالفة للخطبة المكتوبة. أستاذة أمينة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مرة كمان هي أنا عايزة أعرف رأي حضرتك، وعايزة أعرف كيف قرأت تراجع الوزير عن تطبيق الخطبة المكتوبة وعدم الدخول في صراعات مع المخالفين. طيب أنا الحقيقة رغم أن أنا شخصيا معترض على فكرة الخطبة المكتوبة، ولأن كنت شايفة تماما أن الوقت دلوقتي يحتم أن يكون في ربما أفكار عامة يتم توزيعها على أئمة المساجد، يكون الحديث في إطارها، يعني منعا لبعض الأئمة ربما اللي مش خاضعين لوزارة الأوقاف رغم أنهم المفروض ممنوعين من اعتلاء المنابر. ولكن طبعا كلنا عارفين أن السنوات الكثيرة الماضية، يمكن 30 أو 40 سنة، أن في كثير من الكلام بيقال على منابر المساجد هو كلام خارج عن السياق الديني الحقيقي يعني. وأن في إذا كان في دعوة الرئيس سيسي اللي حصلت قبل دلوقتي يمكن سنتين أو تقريبا على تجديد الخطاب الديني، وربما فكرة توحيد الخطبة كانت إحدى يعني ترجمات وزارة الأوقاف لهذا التجديد. ولكن الحقيقة أن احنا لما يدي إمام أو خطيب خطبة مكتوبة على ورقة ويقرأ منها، هي فيها نوع من أنواع أنا شايفها بصفة شخصية يعني تقليل من شأنه، لأنه هو ممكن يبقى عنده رأس موضوع ويتكلم فيه بطريقته الخاصة، وبيبقى كل إمام ليه ملكات أو قدرات أنه هو يقدر يبدع يعني فيها. الحقيقة مش قادرة أقول برضو أن هي تراجع قوي، هي طبعا مصادر مطلعة هي اللي صرحت أن في تراجع، لأن احنا اللي بيفتح موقع الأوقاف وزارة الأوقاف أوقاف أونلاين منذ قرار توحيد الخطبة بيبقى فيه دايما عبارة مكتوبة أن على الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو جوهرها. ففكرة نص أو جوهر هنا بيدي نوع من أنواع قدر من الحرية للإمام أو الخطيب أنه هو يعني يجود في الخطبة. ولكن طبعا يعني في كلنا عارفين في نوع من أنواع يعني كان في زي مش عايز أقول احتقان، ولكن شبح كده سوء فهم ما بين وزارة الأوقاف والأزهر لبعض المواضيع، لأن الأزهر كان من أبرز المؤسسات الدينية الرافضة لفكرة الخطبة المكتوبة.